كمان بحلقات تانية. إن شاء الله مشاهدينا حنطلع هلا نشوف تقرير عن رانيا شاكوش اللي فضلت النجارة على مهنة المحاماة، ونرجع بعد الفاصل ونكون كمان معاكم بفقرة كتير مهمة وحكينا عنها بالأول تبع موضوع الزواج. خليكم معنا. رانيا رفعت شاهين محامية ومؤسسة مسرح البرجولة لعرايس الماريونات. طبعا ده محتاج تنظيم وقت شديد جدا، محتاج انك زي ما بيقولوا تلبسي رداء، يعني ما تلبسي رداء المحاماة بشخصيته بأفكاره، وبعدين تقلعيه تلبسي رداء النجارة بشخصيته وأفكاره، تقلعيه تلبسي رداء العرايس. يعني دي حاجات الحقيقة أنا شايفة أنها ممتعة جدا مش مرهقة. أنا بحب الحرف اليدوية، برا إنها شرف. فكرة الاستغناء عن الآخر، الاستغناء سواء الاستغناء المادي، الاستغناء العاطفي، الاستغناء الفكري، إنك تكوني مستقلة. الاستقلال ده تمنه مش رخيص، وبياخد وقت كتير وبياخد مجهود. جزء منه إنك تديري حياتك، يعني النجارة أو النقاشة أو ده كله، دي كلها حرف أنا أعتقد إن كل الناس في بيوتهم لازم يتعلموها بدءا من الطفولة. كمان النظرة للحرف نظرة دونية، ده شيء هو اللي بيعوقنا على ان احنا نتعلم اكتر. بالنسبة لنظرة المجتمع، الحقيقة هو مش عايزة اقول مش مهتمة، بس عايزة اقول ان انا مش حاطة من اولوياتي. مسرح البرجولة العرايس تأسس 2011، وكان اول عرض لي في موقف اوتوبيس رود الفرج 3/6/2011، ده عيد ميلاد البرجولة. احنا مسرح شارع، مسرح توعوي اجتماعي سياسي قانوني تاريخي، بنهتم بالقضايا زي قضايا اطفال الشوارع. طموحي في العرايس اني اعمل اكاديمية البرجولة، دي تبقى اكبر اكاديمية في الشرق الاوسط وافريقيا، تبقى بتعلم فنون المسرح، ويعني كل ما يلزم من تمكين الناس من ادواتهم في التعبير عن نفسهم.